فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فلا شك أن منهج الإسلام هو منهج الكمال والتمام والاجتماع على الخير والنهي عن التفرق والنهي عن شق عصا الطاعة والنهي عن سفك الدماء المحترمة، كل هذا مما جاء به الإسلام وخالف فيه أهل الجاهلية. فالجاهلية قد انتهت ولله الحمد، الحمد لله، ببعثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء. أذهبها بماذا؟ أذهبها بالإسلام، الحمد لله، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعثة الرسول أنهت الجاهلية، فلم يبقى لها وجود في الأمة الإسلامية من حيث العموم، وقد تبقى منها أشياء في بعض الناس، يبقى منها خصال في بعض الناس حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجاهلية العامة قد انتهت ولله الحمد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.